السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث ثانوي. إن شاء الله هنحل تمارين اخترع على درس القيم العظمى والصغرى المطلقة. التمارين كان فيها سؤال واحد بس اختر، اللي هو السؤال الثاني، في 5 نقط. إذا كانت الدالة د معرفة على الفترة من ألف لباء، وكانت المشتقة الأولى أقل من الصفر على نفس الفترة، فإن قيمة دالة س العظمى المطلقة على هذه الفترة تساوي، يعني إيه يا شباب دالة شرطة س أقل من الصفر؟ يعني الدالة دي تناقصية يا أستاذ، وليكن إن هي دي. طب الناس عارفة يعني إيه الفترة من ألف لباء؟ وليكن إن دي كانت الشبكة. عشان أكتب فترة بكتب الرقم الصغير الأول وبكتب الرقم الكبير الثاني، مش شرط الأرقام تكون جهة الموجب كده. المهم إن أنا عايز القيمة العظمى المطلقة، هي دي العظمى المطلقة، بتبقى آخر المنحنى وأعلى نقطة فيه، ودي الصغرى المطلقة. هو عايز العظمى المطلقة، ده دي بتكون قيمة صاد لما بنعوض بألف، يبقى الاختيار ألف هو الصحيح، لما تعوض بألف. ما ينفعش دي دالة ألف، يعني هتشيل السين وتحط ألف. إذا كانت الدالة دال معرفة على الفترة، تقريبا نفس السؤال. تعال نشوف. جينا يا أستاذ قلنا له وليكن إن هي دي الرسمة تزايدية، ودي الشبكة، دي فترة بتبقى بداية الرسمة ونهاية الرسمة. فهو بيقول القيمة الصغرى المطلقة، صغرى مطلقة ده دي أقل قيمة يا أستاذ، برضو عند دالة ألف اللي هو الاختيار ألف برضو. السؤال الثالث، إذا كان للدالة دال حيث دالة س بتساوي 2 ألف س تربيع زائد باء س زائد 3، قيمة قصوى محلية عند 1 و2، فإن ألف زائد باء تساوي كام؟ السؤال الثالث، إذا كان للدالة دال حيث دالة س بتساوي 2 ألف س تربيع زائد باء س زائد 3، قيمة قصوى محلية عند 1 و2، فإن ألف زائد باء تساوي. قلنا له يا أستاذ من الواضح إن دي دالة تربيعية، والدالة التربيعية لها شكل من 2، لا كده لا إما كده. هي دي يا أستاذ قيمة قصوى، دي قيمة واحدة قصوى، لأن الطرفين دول مش محدودين معايا، ممكن يكونوا عظمى وممكن يكونوا صغرى. فجينا قلنا له انت قلت قيمة قصوى، يعني انت مديني إحداث الرأس، ده كده إحداثي الرأس. كان ليه قانون، ايه قانونه؟ سالب ب سالب معامل س على ضعف معامل س تربيع، خد اللي قدام س تربيع منه مرتين، الناتج هنا بواحد، هو ده قانون معادلة التماثل. شوف أول رقم ده هو بنجيبه سالب ب على 2 من ألف، يبقى سالب ب بتساوي 4 ألف. تعال نعوض بالنقطة 1 و2 في أصل السؤال، الصادات ب2 والسينات ب1، 2 ألف زائد ب زائد 3، يبقى معنى كده إن 2 ألف زائد ب بتساوي سالب 1. طب ما أنا معايا قيمة باء، يبقى سالب 1 ب2 ألف ناقص 4 ألف، قيمة باء الواحدة بسالب 4 ألف. سالب 2 ألف بتساوي سالب 1، ومنها الألف بيساوي نص، نقدر نجيب باء، سالب باء بتساوي 4 في نص، يعني الباء طلعت بتساوي سالب 2. هو بيقول أنا عاوز ألف زائد باء، ألف بنص زائد باء بسالب 2، يبقى الناتج سالب 3/2 اللي هو الاختيار جيم. إذا كانت سين تنتمي للفترة من صفر الباي، فإن الدالة دالة سين بتساوي سين جا سين زائد جتا سين، قيمة صغرى مطلقة عند. جينا يا أستاذ كنا بناخد السؤال نشتقه، الأولى في مشتقة الثانية زائد التانية في مشتقة الأولى زائد الجتا اشتقاقها بسالب جا س، دول كده راحوا. كنا بناخد السؤال نسويه بالصفر، س جتا س بتساوي صفر، ومنها السين بصفر، ومنها جتا س بتساوي صفر،
يعني السين بتساوي باي على الاتنين. كده انا معايا قيمتين. تعال نعوض بالقيم دول في الاصل. القيم دي موجودة في الفترة موجودة. خد بداية الفترة هتدلت صفر، هتدلت باي على اتنين، هتدلت باي. بداية الفترة ونهاية الفترة والقيم اللي طلعت تنتمي للفترة. تعال نعوض بالصفر كده، ده صفر وجت صفر بواحد، يبقى دي طلعت بواحد. تعال نعوض بالتسعين، هنا باي على اتنين وهنا جا باي على اتنين اللي هي جا تسعين بواحد، يبقى هنا باي على اتنين زائد صفر دي طلعت باي على اتنين. تعال نعوض هنا، لما نشيل السين ونحط باي، جا 180 بصفر دي راح ودي سالب واحد، يبقى القيمة الصغرى المطلقة يعني أصغر حاجة طلعت لما حطينا مكان السين ايه؟ لما حطينا مكان السين باي اللي هو الاختيار جيم. آخر سؤال معانا بيقول القيمة العظمى للدالة دال، حيث دالة سين بتساوي 3 ناقص جا سين، هي كنا بنجيب المشتقة الأولى يا أستاذ، دالة شرطة سين بتساوي سالب جتا سين، كنا بناخدها بالصفر، يبقى سالب جتا سين بتساوي صفر، ومنها السين بتساوي باي على اتنين او 270 درجة اللي هي سالب باي على اتنين برضو، وهكذا يا باش مهندسين واللي بيكافئهم. تعال نعوض بالسؤال، لو عوضنا بباي على اتنين يبقى 3 ناقص واحد دي طلعت باتنين. تعال نعوض بسالب باي على اتنين، يبقى 3 زائد واحد بتساوي 4. انهي منهم القيمة العظمى والصغرى؟ دي يا استاذ القيمة العظمى لما حطينا السين بسالب باي على اتنين، بس هو مش عاوز سين، هو عاوز الناتج، قلت له الناتج باربعة اللي هو الاختيار دال. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.